السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا الكرام. حبيت بس أنوه لشيء. الفيديو دوت رد على أحد الأخوات، أنا مش فاكرة الاسم تحديدا، بس الأخت كانت بتسأل عن الخوف، علاج الخوف، وأنا ترددت إن أنا يعني أتكلم في الموضوع شوية، لأن الموضوع في بحث. يعني هل أنا هتكلم من منظور علم النفس ولا هتكلم من منظور الديني؟ لقيت ان منظور علم النفس هيبقى بالنسبه لي صعب، لان انا مش هدخل في مجال انا مش مختصه فيه. فقررت ان انا اتكلم عن تجربه شخصيه ليا. فيبقى في الحاله دي احنا هنرجع للمجال الديني، هنرجع لاجابه الجزئيه عن اجابه الموضوع من الجزئيه من الجزء الديني او من الاتجاه الديني. احنا بنتكلم عن موضوع الخوف. الاخت كانت بتسال هل في علاج للخوف. طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا يكون الخوف عندنا مصدره، او نخاف لشيء واحد بس، مش مصدره، نخاف لشيء واحد، نخاف بس من غضب ربنا، نخاف من الله، مش اكتر من كده. اي شيء تاني، اي موقف تاني، اي مخلوق تاني، احنا مش المفروض ان احنا نخاف منه ولا نعمل له اعتبار. يبقى خوفنا من الله فقط، من غضب الله فقط. طب انا ممكن احكي عن تجربة ايه دلوقتي؟ انا من فترة لما بتبقى عندي مشكلة او بيغلب عليا امر، امتحان مثلا، امتحان عادي او امتحان سواقه او موقف معين ما ببقاش لاقيه له اجابه او مش لاقيه له مخرج، الموضوع ده بيسبب لي خوف. فساعات كنت ممكن اصحى من النوم مفزوعه، اصحى من النوم خايفه من الموقف دوت، لان انا مش لاقيه له حل، ما كنتش عارفه حقيقه العلاج ايه. طبيعي انا ما روحتش لدكتور نفسي واخصائي نفسي، لان الموضوع عندي متعلق بس بلاحظه متعلق بس لما بيكون في مشكله ما. وانا بتكلم الموضوع ده كان في الماضي، مش مستمر معايا دلوقتي. فبيحصل بس لما بكون عندي مشكله مقرقاني وخايفه من موقف معين ومش قادره اخرج من موقف معين او مش لاقيه له حل. فكنت بصحى ساعات مفزوعه وقلقانه يعني من النوم. ولكن اللي انا لاحظته بعد كده ومن تجربتي انا الشخصيه، من خلال تجربه شخصيه ليا، ان مداومتي على الاستغفار خلتني ما بحسش خلاص بالشعور ده، ما بيبقاش يحصل معايا. يمكن في آية احنا بنمر عليها مرور الكرام وما بننتبهش ليها. انا ما انتبهتش للآية دي الا لما ابتديت الاستغفار، وانا اساسا ما كنتش بعمل الاستغفار عشان الموضوع ده نائي، انا كنت بعمل الاستغفار عشان حاجات تانية، لاني لقيت فوائد الاستغفار وحبيت ان انا اطور اكتر من حياتي بجانب سورة البقرة. يعني شفت فيديوهات كتير بتتكلم عن زيادة الاعداد في الاستغفار بالالاف، فقررت ان انا اتبع نفس المنهج دوت وان انا استغفر كتير. وكانت الحقيقة النتيجة اني ما بقيتش بصحى قلقانة من الموضوع ده، ما بقاش يحصل معايا الخوف، ما بقيتش اخاف، عندي اليقين ان شاء الله ربنا هيحلها، ما بقيتش عندي مشكلة ما وبقيت اخاف منها او اقوم مفزوعة من النوم عشان المشكلة دي مش عايزة تتحل. بس حضرني الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله اللي هو الصلاة، اللي هو قراءة القرآن، ذكر الله اللي هو الاستغفار، ذكر الله اللي هو الصلاة على النبي. اختار أي ذكر قلبك يرتاح له وامشي على الذكر ده لفترة طويلة. فأنا بقول للأخت الكريمة هنا: أختي اختاري ذكر، اختاري ذكر معين وكرري، حتى لو كانت صورة معينة، ممكن بترتاحي مثلا زي صورة الضحى، صورة الشرح، أي صورة بترتاحي عليها اقريها كتير وكرريها كتير. الاستغفار كرري مثلا باستمرار، الصلاة على النبي كرريها، الحوقلة، أي ذكر قلبك يروح ويرتاح له امسكي الذكر ده وقعدي كرريه، اقعدي كرريه، اقعدي كرريه. بالتدريج بعد فتره هتلاقي ان الايه بتنطبق عليكي: الا بذكر الله تطمئن القلوب. مش هتلاقي عندك بعد كده خوف من اي حاجه، هيكون خوفك مرتبط بالله بس، بالله اللي خلقنا بس. مش هيكون عندنا اي خوف من اي موقف، لانه اي موقف بيعدي، اي موقف ده بيكون بالنسبه لنا احنا امتحان او محنه هنعدي بيها وهتعدي، مفيش حاجه ثابته. حتى لو كانت قاعده سنين، مشكله قاعده سنين، هيجي وقته هتتحل. فاحنا الخوف اللي عندنا دوت بيكون من الشيطان، الشيطان بيحاول يسيطر علينا. في ناس لما بتخاف ما بترجعش ربنا، في ناس لما بتخاف بتيأس من رحمه الله، في ناس لما بتخاف ما بتذكرش، ما بتستخدمش الذكر، ما بتقولش الذكر، بتبعد عن ربنا تماما. مجرد ان احنا يجي لنا الافكار السلبيه بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبنفكر بس في الايجابي. حاولي يا اختي تفكري في الافكار الايجابيه بس، ركزي في الـ في الـ في الـ في الحاجه اللي ممكن تخليكي فرحانه، في الحاجه اللي تديكي ثقه بالله، في الحاجه اللي تديكي
يعني اطمئنان ان ربنا معاكي وان ربنا ان شاء الله هيرزقك جنته وان ربنا هيقف معاكي وهينصرك. ركزي في الايجابي بس، لان الايجابي دايما من ربنا والسلبي دايما من الشيطان. الشيطان عايزنا دايما يتوعدنا بالفقر، الشيطان دايما عايزنا نكون حزينين في حزن في يأس في في في, في يعني في مرض. وطبيعي ما الواحد لما يكون حالته نفسيه سيئه بيجيله بتلقائيا بيترتب عليه انك بيجيلك امراض. الناس اللي بتكون عصبيه زياده بيجيلها القولون العصبي مثلا، او الناس بتخاف زياده بيجيلها قولون عصبي، او يعني الخوف والتوتر بيرفع الضغط وبيرفع السكر. طول ما احنا خايفين، طول ما ده هيترتب عليه صحتنا هتنزل. يبقى كده الشيطان متحكم فينا. فاحنا في الحالة دي لما يجي الشيطان يتحكم فينا ويقولك لا ده مفيش فايدة، ده انت مش هتخرجي من المشكلة، ده انت مفيش امل، مفيش قدامك امل انك تلاقي شغل كويسة، مفيش قدامك امل تلاقي مش عارفة ايه، اتجنبي كل الافكار السلبية، فكري بس في الايجابي. لو قدرتي ان انت تفكري تفكير ايجابي بس بقدر المستطاع، واي فكرة سلبية تطرديها بسرعة، ما تستمريش في التفكير فيها، حياتك هتتغير فعلا، حياتك هتتغير. لو 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 انت فكرتي في الايجابي هتجذبي ليكي الايجابي، ولو فكرتي السلبي هتجذبي ليكي من كتير من المواقف السلبيه، لان هي دي طبيعه تفكيرك. وزي ما انا دايما بقول، لو انا بزرع برتقان هحصد برتقان مش هحصد موز ولا تفاح، ده شيء طبيعي. اللي هتفكر فيه هو ده اللي هتجلبه لحياتك. فخليك دايما تفكيرك ايجابي. الخوف دوت مصدره الشيطان، الشيطان هو اللي عايز يأسك من رحمه الله. احنا ما نخافش الا من اللي خلقنا، احنا مسلمين ما بنخافش الا من اللي خلقنا فقط. غير كده احنا من المفروض ان احنا ما نخافش من حاجه، لان ربنا هو اللي خلقك وهو اللي بيدبر لك الامور. اخاف ليه وربنا هو اللي بيدبر لي الامور؟ اخاف ليه وانا ليا رب، ربنا وعدني انه هيساعدني، ربنا وعدني ان انا ادعيه اداني المفاتيح، اذكرني هتلاقيني استجيب، ادعي لي هتلاقيني استجيب، ربنا قال لك اذكرني وادعي لي، كل دي مفاتيح عشان تقربك من ربنا. عشان ربنا يعني لو ربنا الهمك الدعاء يبقى ان شاء الله الهمك الاجابه، إجابة الدعاء. فإحنا بالمنطلق ده يبقى إحنا لازم نكون عندنا ثقة بالله. اللي بيخلينا نخاف هو عدم الثقة. إحنا خايفين من بكرة، خايفين من المستقبل، خايفين من على أولادنا إن جرالهم مكروه. بيجي لي حلم مثلا بيخوفني إن ممكن يحصل لي حاجة، مشكلة سيارتي يحصل فيها حادث، أفقد مثلا عضو من أعضاء جسمي. كل الحاجات دي أفكار من الشيطان، أفكار شيطانية عشان يسيطر عليك، عشان يخليك تيأس من رحمة الله. يبقى أنا لما هكون على ذكر دائم، أستغفر الله طول النهار، أصلي على النبي طول النهار، أنا على ذكر دائم. طول ما انا مع ربنا باتصال دائم، ربنا هيكون معايا باتصال دائم برضو، هيأمنني من عنده وهيخلف عليا خير في المجهود اللي انا بحطه، في الطاعة اللي انا بعملها. فهي دي الفكرة، كل ما هتكون مع اتصال دائم مع ربنا، ربنا هيكون برضو مع اتصال دائم بيك. ربنا بيقول اذكروني اذكركم، صح؟ فهي دي الفكرة، ان انت هتذكر الله، هتكون في معية الله، هتكون مع ربنا طول الوقت، ربنا هيكون معاك طول الوقت وهيحفظك من اي شيء ممكن يأذيك او يضرك. هي دي النقطة. احنا لما بنبعد عن ربنا بيبقى في مجال للشيطان ان هو يخش ويوسوس لنا ويخوفنا ويرعبنا ويجيب لنا احلام مزعجة وحاجات كتير تأذينا في حياتنا. انما احنا لو متمسكين بالذكر على اتصال دائم بربنا مش هنخاف من حاجة، لان انت هتنزل الطمأنينة كده من عند ربنا شيء اوتوماتيك من غير ما تحس. مش هتفهم ليه انا لما التزمت بالاستغفار بقيت مطمئنة، ما اعرفش ليه ما بقيتش مثلا انزعج لما يكون عندي امتحان او حاجة تخوفني، ما بقيتش انزعج بقى. سبحان الله بقيت عندي طمأنينة غريبة ان اللي يحصل يحصل، ما بقيتش باكي عشان اللي يحصل يحصل، كل حاجه هيبقى من عند ربنا خير، اي حاجه هتبقى خير. حتى لو الموقف ظاهريا يبان ان هو مؤذي او شر او ضدي، لا بس بعد كده هيتقلب لصالحي، هيبقى فيه خير ليا. ربنا دايما هيحطني في الخير طالما انا نيتي سليمه وبدعو الله وبتقرب من الله. يبقى في الاخير ربنا سبحانه وتعالى هيكون معايا في كل شيء، ربنا هيكون معايا في كل حاجه. ف دي النقطه اللي انا حبيت بس اوجهها للاخت. علاج الخوف والذكر، علاج الخوف يا اختي والذكر. هنروح لدكتور نفسي، انا مش ضد الطب على فكره، مش ضد الطب خالص، بس الاطباء النفسيين ممكن ان هم يكتبوا لك على علاج للعلاج النفسي، ممكن العلاج النفسي ده في حالات كتير. انا بشوف الناس اللي بتبقى ماشيه مع علاج نفسي بيؤدي بيها الحال ان هي بجسمها بيرتعش او بتنتحر احيانا، وهي مش واخده بالها، بتاخد جرعه زياده. يعني في اختنا اعرفك عندها مثلا 32 سنه اخذت جرعه زياده، وبتتعالج فين؟ بتتعالج في لندن، مش بتتعالج في حد. يعني من المفروض ان دي بلاد متقدمه والطب فيها متقدم، اتعالجت من الاكتئاب والتوتر، اخذت جرعه زياده وهي مش واخده بالها، وهي كان عندها طفل صغير، سابت ابنها توفت، اخذت جرعه زياده وهي مش حاسه اخذت ولا لا. ان العلاج دوت على قد ما بينفع مؤقتا على قد ما بيأذي كمان، مش كل حاجه بتكون 100% كويسه.
فخلي بالنا احنا ليه نلجأ للعلاج الا لو حالة الضرورة. انا مش مع العلاج النفسي، مع ان انت تحكي، يعني تروح لمعالج نفسي تحكي له وتفضفض له وتتكلم معاه، بس مش مع ان احنا ناخد الحاجات اللي هي اللي داخلها كيماويات، لان احنا مش عارفين ايه مصدرها. ومعظم الناس اللي بتستمر على أدوية الاكتئاب حقيقي بتوصل لمرحلة مش كويسة، ما بتتعالجش، بتوصل لمرحلة مش كويسة. فاحنا يعني نتفادى كل دوت ونرجع لله، نرجع لربنا، نرجع للمصدر اللي خلقنا، وهو اللي بيحمينا، وهو اللي بيأمننا، وهو اللي بيطمننا، وهو اللي بينجحنا. الله هو المصدر، يبقى احنا لازم نرجع للمصدر. خلاص، اتمنى كده ان انا اكون جاوبت عليكي يا اختي. حاولي انك انت تسمعي النصيحه ديت، حاولي ان انت تستمري على الاستغفار او على الصلاه على النبي، اختاري ذكر وامشي عليه على طول، طول النهار، كل يوم، كل ما تسرحي ارجعي تاني، كل ما في السياره وانت رايحه وانت جايه وانت بتاكلي حاولي ان انت تركزي في الذكر بتاعك، ما تقطعيش الذكر. هي دي الفكره. حاولي وان شاء الله تجاوبيني على الفيديو دوت، وان شاء الله انشر مثلا قصتك او انشر اجابتك عليا، او يعني ان شاء الله تدخلي في دايره الذكر ان شاء الله، وحالتك تتحسن، واجي ابشر الناس التانيين ان حالتك اتحسنت ان شاء الله، عشان كلنا نشجع بعض، كلنا مسلمين وكلنا في دايره واحده، وكلنا عايزين المسلمين يكونوا ناجحين، مش عايزين ان احنا نكون امه منهزمه، مش عايزين يكون عندنا اكتئاب وياس. لا، ربنا مدينا امل، ربنا مدينا حياه جميله نستمتع بيها، ونعبد ربنا على قناعه، ونعبد ربنا على رضا. مش لازم نعبد ربنا عندنا اكتئاب ولا عندنا فقر ولا الكلام ده كله. فان شاء الله تكون رسالتي وصلت للاخت. انا مش عارفه اسمك ايه في الحقيقه، بس انت كان ليكي اكتر من تعليق بتساليني فيه ان انا اتكلم عن الخوف. اتمنى كده ان انا اديتك معلومه دقيقة أو معلومة تنفعك إن شاء الله. وربنا ربي يجازيك كل الخير، وربنا يأمن روعك بإذن الله، وتكوني دايما متابعينا ومنورانا في المجموعة. وشكرا جزيلا ليكي، وشكرا جزيلا لكل الأعضاء معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.